السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي أطباق الأمان. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم بارير بسميتة، كيجي رائع كله مثقب وغادي ينجح معكم أكيد من التجربة الأولى. فقط تبعوا معايا المراحل ديالو في الفيديو وغادي تعجبكم النتيجة إن شاء الله. غادي نبداو بالنسبة للمقادير. غادي نحتاجو سلافة ديال السميدة الرقيقة ديال الحلوى، وغادي نعبرو نفس السلافة دقيق الفورص، غادي نضيفو الملحة حسب الطوق، غادي نضيفو معلقة كبيرة خميرة الخبز، غادي نعبر بنفس السلافة اللي عبرنا بها السميدة والفورص، ثلاثة زلايف ماء دافئ ما يكون سخون بزاف باش ما يخسرش لينا البارير ديالنا، يكون فقط دافي. السلافة الثالثة صافي، غادي نخلطهم شوية بيدي، نخلط الخليط مزيان، وغادي ناخد كأس ديال مولينكس ديال العصير، هو اللي سهل عليا العملية ديالو، ونطحنو فيه. غادي نطحنو أولا بلا خمارة، من بعد ما يطحن مزيان غادي نضيف ليه خمارة 8 غرام ديال الخميرة الحلويات. كما كتشوفو طحنتو المرة الأولى صافي، وغادي نضيف ليه خمارة ونعاود نطحنو ونكبو في شي اناء ونغطيه مدة ديال نصف ساعة 30 دقيقة حتى يخمر. عاد غادي نبدا نطيب فيه في مقلاة تكون غير لاصقة. هنا من بعد ما خمر ليا كيف ما كتشوفو دار فقاعات، غنحركو شوية يولي خليط خاطر. غادي نخلطو شويه صافي، وندير الطيفه ديالي مقله غير لاصقه فوق النار تكون مجهده، ونبدا نخوي في الخليط كيف ما تشوفوا. تشهدوا العافيه في الاول ضروري باش دغيا كيتثقب ما تكونش البوطه مهيله. صافي كنكمل الطياب ديالو، دغيا كيبدا يتقب. هاد البغرير كيجي رطب، كتجي البغريرة خفيفة. هنا عاود طيب البغريرة الثانية، دائما النار تكون مجهدة باش كيتثقب كامل ويكون الراس ديال البوطة يعني تقريبا بحال قد المقلة ما يكون صغير. كيف ما كتشوف معايا كيجي مثقب كامل والنار مجهدة، وهذا كيجي رائع صراحة.
قادية نكمل البغرية ديالي بنفس الطريقة. هنا ما كان نغسلش المقلة كملاحظة، فقط غير كنمسحها بشي توب يكون رطب. نكمل الطياب ديال البغرير ونتلاقاو نوريكم الشكل ديالو النهائي. وهذا هو الشكل ديالو النهائي كيف ما كتشوفوا، كيجي كله مثقب بحال الشهده، زوين بزاف، يصلح لكم العيد قريب، تحطوه في الفطور ولا في الكوتي راكم عارفين، كيجي زوين. نتمنى تجربوه وناجح 100%، يعني ما فيش تعقيدات. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم جديد ديالي.